والله لطيفة ومميزة، خصوصا الكهف شيء يعني نادر الواحد يشوفه. وكان المرشد قال هذا كان في فترة ملا مصطفى البرزاني، ويعني جماعته كانوا نزلوا هنا ايضا. مكان جميل حقيقة، سياحي لطيف. والله الاجواء اكثر من راحة، الجو كلش حلو، الجبال كلش حلوة، المناظر الطبيعية تخبل، الشلالات، المي كلش بارد، يعني ما احكي لك، ونسى كلش حلوة، اما الجبال بدهوك فالشي كلش حلو يعني ورائع، اكثر من رائع. جار عمراني بدهوك، يعني أنا جاية قبل آخر مرة 2018 جيت بدهوك، ما كان هيك عمران بيها، هسا كلش جميلة، يعني كأنما بتركي يعني جميلة جدا. يعني احنا جايين من بغداد ونشوف المناطق الجبلية والخضار والزرع، خصوصا بهالحر هذا، يعني مناظر حلوة، الطريق كله كان حلو، قاعدة مالت الغداء، الكهف. يعني أنا كنت أصوره بس مجرد كهف، وها هي بس لما دخلنا لا طلع مطعم وكهف نفس الوقت، يعني مكان حلو للأكل. طبعاً إحنا متواجدين بأجمل رقعة جغرافية اللي هي دهوك، نشكر شكو شخص يساعدنا الوصول لهذا المكان. طبعاً هذا كهف نشكي حالياً درجة الحرارة 30 درجة مئوية، متواجدين هي دهوك تعتبر أجمل رقعة جغرافية مثل ما قلناك. نشكر شكو شخص يساهم بمساعدة وجود السياحة، نشكر السيطرات، نشكر المدير البلدية، يعني الشوارع مبلطة، يعني ما في يوم طبينا الطاسات ما شاء الله الحمد لله، نشكر أهل الفنادق، نشكر الجميع. نعم مشاهدينا، وتوصلنا معكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم لبرنامج نسمة زاكروس، كنت معكم أنا إيمان عبد الكريم من دهوك، والعودة لكم من الاستديو.